هاي، شو اخباركم؟ اليوم راح اتكلم معاكم عن احسن كريمات اساس انا جربتها. هالسؤال وايد تكرر عندي على سناب شات، انستغرام، وحتى في الكومنتس تحت الفيديوز. بدل ما احط لكم بلوك بوست، قررت اني اسوي فيديو اتكلم عنهم معاكم 1 to 1. keep watching. اول كريم اساس بتكلم عنه هو دولتشي اند جابانا بيرفكت مات ليكويد فاونديشن. هذا الكريم اساس تكلمت عنه قبل في انستغرام، واي ثينك تكلمت عنه في الفيديو مال الجولاي فيفورتس اذا مش غلطانه. جربته قبل سنه او سنه ونص، نصحتني فيه صديقتي. بصراحه من احلى كريمات الاساس اللي جربتها، خصوصا للبشره الدهنيه او المختلطه. طبعا انا بشرتي مختلطه، فمعظم او كل كريمات الاساس اللي بتكلم عنها اليوم هي مناسبه للبشره المختلطه او الدهنيه. كريم الاساس هذا مميزاته انه هو مطفي ووزنه خفيف على البشره، يعني ما تحسين ان انت حاطه طبقه ثقيله على البشره، يظل معاك طول اليوم. وفي منه وايد الوان مناسبه لجميع الوان البشره. تقدرون تحصلونه في محلات المكياج الكبيره، وايد انصح فيه. اعتبره يعني هذا احلى فاونديشن عندي، هذا هو نمبر 1. انا استخدم اللون رقم Warm Rose 130. ثاني كريم اساس بتكلم عنه هو ال YSL، اي ثينك اسمه انك فيوجن، مش متاكده الاسم مش مكتوب عليه. انا قررت اني اجربه بصراحه عشان شكله حلو، الكاب مالته وايد حلوه، جذبني قلت بجربه. وانا احلى شيء فيه تركيبته وايد 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 خفيفه، نفس الماي. يوم تفتحونه شكله كذي، ما ادري اذا التركيبه مبينه، بس وايد خفيفه. فيوم تمدونه على البشره تحسون كانكم قاعدين تحطون يعني طبقه وايد خفيفه من كريم الاساس. والحلو فيه انه تغطيته حلوه، يعني هو يعتبر تغطيته من متوسطه الى كامله، بالدبل كفرج. يتم معاي طول اليوم، ما يدهن. بس عيبه الوحيد احس ان هاللون شويه فاتح علي، مع اني انا يوم كنت هناك اختارت لي الميك اب ارتست اللي موجوده قالت لي هذا لونك، بس احسه شويه خفيف علي. بس عن باقي المواصفات اللي فيه اعتبره وايد روعه، وايد روعه. كريم اساس بتكلم عنه تكلمت عنه في الفيديو السابق لي، هو نورز لومينس اول داي لومينس ويتلس فاونديشن. هذا الفاونديشن نفس فاونديشن YSL، تركيبتهم هم اثنين وايد 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 خفيفه، تقريبا يعني سائله، تكون تركيبه مائيه. نفس الوقت تغطيته وايد حلوه، من متوسطه الى كامله على حسب كم طبقه بتحطون. بعد ما احس فيه ابدا على البشره، ما تحسين انك حاطه ميك اب ثقيل مهما كثرتي من الطبقات، هالشيء اللي يعجبني فيه. لونه وايد حلو مناسبني يعني جدا، هو ميديوم فور بارسلونا. الوان هذا الفاونديشن الجديد هي نفسها نفس الاسامي، فاونديشن نارس شير جلو، يعني لونك في نارس شير جلو هو بيكون لونك هني. عيبه الوحيد ما يتم وياي، يعني يبدا يتلاشى بعد تقريبا 4 إلى 5 ساعات، ابدا احس انه بدا يتحرك من على الوجه. فما انصح فيه اذا عندكم مناسبه او شيء، انصح فيه يعني طلعه خفيفه، يعني يوميا اذا تحب من النوع اللي تحبون تحطون كريم اساس يوميا لانه وايد خفيف، بس ما انصح فيه حق مناسبات. رابع كريم اساس بتكلم عنه يعتبر كريم اساس كلاسيكي وايدين يستخدمونه، هو استي لودر دبل وير ستي ان بليس ميك اب SPF 10. هالكريم اساس هذا وايد مشهور، وايدين يستخدمونه، موجود في السوق من زمان. الحلو فيه ان تغطيته خيالية، يغطي كل شيء على البشرة يغطيه، لكن عيبه الوحيد انه عندنا مش متوفر بكل الالوان، الوان وايد يعني محدودة. انا ماخذه 4-in-1 شال بيج، بس بعد احسه مش لوني صراحة، يعني احسه شوي يغير لون بشرتي. وعيبه الثاني انه هو وايد 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 ثقيل، يعني من اول طبقة راح تحسين ان انت حاطة كريم اساس ثقيل على وجهك. وبعد نصيحتي لكم اللي حابه تجربه، من اول ما تحطينه ابدي سوي بلندنج لانه اتسيتس على طول.
سو هذا انصح فيه للمناسبات، عندكم عرس، عندكم خطوبة، عندكم يعني مناسبة مهمة، حلو. بس حتى ما انصح فيه حق الطلعات اخر الاسبوع لانه وايد وايد ثقيل، واذا استخدمتيه وايد يعني اتوقع انه بيسد لك المسام، فهذا حلو تخلونه للمناسبات. اخر كريمين اساس بتكلم عنهم هما من نفس الماركة لوريال. طبعا اللي متابعتني على سناب او انستغرام بتعرف اني انا وايد اتكلم عن هالاثنين، وايد يعجبوني، انا استخدمهم اكثر شيء اكثر من الكريمات الاساس الباقية، خصوصا هذا كريم الاساس هذا انا وايد احبه، استخدمه من سنة تقريبا. الحلو فيه انه هو يعطي تغطية مو مطفية بس في نفس الوقت ما فيها لمعة، يعني يعطي فنش وايد طبيعي للبشرة، فوايد حلو تستخدمونه يوميا. لونه وايد مناسبني، انا حاطة انا مستخدمة اللون 260 Golden Sun، تغطيته حلوة full coverage، سهل في المد، احسه نوعا ما يرطب البشرة يعني ما يجففها وايد which is good. سو يا هذا وايد احبه استخدمه من سنة، ويوم نزل منه النوع الجديد اللي هو انفاليبل لوريال باريس انفاليبل 24 اور مات، من كثر ما انا هذا عاجبني قلت بجرب هذا. هذا حلو، حطيت عنه فيديو قبل، اللون بعد حلو جولدن بيج 24، لكن صراحة انا عندي هذا احسن. ليش؟ مع انه هذا مات وانا احب المات اكثر، احس هذا نوعا ما اذا كنت مسوي تقشير او اذا عندك يعني مناطق جافة في الوجه يبينها اكثر من كثر ما هو مطفي. فاذا حابين تستخدمونه انا حاليا شنو اسوي، لان مرات اسوي حق وجهي تقشير وغيره، فاخلط هالاثنين مع بعض، اخلط هذا مع هذا تطلع النتيجة اللوك مطفي، وفي نفس الوقت الوجه ما يزيت وايد لان هذا وايد وايد مطفي عكس هذا، فاحب اخلطهم مع بعض عشان اسوي بالانس للبشرة، وايد النتيجة حلوة انصحكم فيهم. وبس كانت هذه هي مجموعة كريمات الاساس اللي انا استخدمها حاليا ووايد احبها. اذا تبوني اصور فيديو عن اي شيء ثاني، ميك اب توتوريالز، سكين كير، هير كير، anything، تقولي تحت في الكومنتس. و thank you for watching. See you soon.